احمد كراري الصحفي الجزائري عشان نساله عن نص النهائي. ابو حميد منور مونديال الشرق، وتوقعاتك ايه لاول قمه في نص النهائي النهارده بين الارجنتين وكرواتيا؟ السلام عليكم اخي احمد. عليكم السلام. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدينا مشاهدي قناه الشرق. اخي احمد، اولا اريد ان اقول لك عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بخير بمناسبه عيد ميلادك. شكرا يا ابو حميد، شكرا. توقع النهارده ارجنتين وميسي ومودريتش، مواجهه مثيره ما بين الاثنين، توقع مين اللي هيكسب؟ اخي احمد، المواجهه ستكون صعبه بين منتخبين، يعني كل منهما لديهم اسلحه قويه، خاصه المنتخب الكرواتي الذي يضم في صفوفه لاعبين متمرسين وسط ميدان عالمي مثل مودريتش وبروزوفيتش ولاعبين اخرين. يعني هذا المنتخب الكرواتي الذي لن يكون سهلا يعني امام الارجنتين، خاصة وأنهم نعلم أن كرواتيا قد كانت مثلت النسخة الماضية في 2018 ووصلت إلى المرحلة النهائية، ونفس اللاعبين موجودين، بعض اللاعبين مثل مودريتش وبروزوفيتش. يعني أما أرجنتين كذلك لديها ميسي، كلنا نعرف قوة ميسي وتأثيره على المنتخب الأرجنتيني، خاصة وأن كما قال بروزوفيتش البارحة في الندوة الصحفية أن كل الأرجنتينيون سوف يلعبون من أجل ميسي، وقال لهم ونحن سوف نلعب من أجل مودريتش. يعني مواجهة قوية، لن نستطيع التكهن. في الورق ممكن نقول الأرجنتين هي الأفضل بظل الأسماء مثل ميسي ودفاعه قوي وكذلك دي ماريا واللاعبون الآخر، ولكن من خلال ما لاحظناه في المباراة السابقة للمنتخب الكرواتي لديهم دفاع قوي، غفارديول صاحب العشرون سنة وجورانوفيتش صاحب يعني الظهير الأيمن، ولديهم الوسط العالمي كما قلنا، لكن عندهم كرواتيا مشكل في الهجوم، يعني لم يقوموا بإنهاء الهجمة في عدة مناسبات. أما الأرجنتين كما قلنا يعني سوف يحاولون إثبات قوتهم وعدم يعني المرور بهذه الفرصة والذهاب إلى النهائي. أخي أحمد، مباراة المغرب وفرنسا بكرة مباراة مثيرة، كل العالم العربي مستنيها، هل شايف أن المغاربة يقدروا يكملوا سلسلة المفاجآت اللي محدش مصدقها دي؟ حد كان يصدق يكسبوا أسبانيا البرتغال، بكرة فرنسا، شايف الموضوع هيمشي إزاي معاهم بكرة؟ نعم أخي أحمد، أولا أهنئ المنتخب المغربي والشعب المغربي والشعب العربي على وصولهم إلى النصف النهائي، وهي سابقة كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى مرحلة النصف النهائي. فرنسا يعني نحن فرنسا منتخب قوي، يعني كلنا يعرف أنه بطل يعني العالم النسخة الفارطة، ولديه لاعبين ليس يعني مبابي وكل جيرو في نسق تصاعدي وهو الهداف الان التاريخي. يعني نحن في الورق فرنسا افضل، ومنطقيا وواقعيا فرنسا لديها الامكانيات ان تطيح بالمغرب، لكن المفاجات وعنصر المفاجات عودنا في هذا المونديال، وانا اسميه مونديال المفاجات، ممكن بطريقه اللعب الركراكي ويعني وقوفه في الدفاع واستغلال الهجمات المعاكسة يمكن أن يؤثر على نتيجة المباراة ويبطل كل التوقعات، خاصة أن التحفيز والجانب النفسي سوف يلعب دورا مهما بالنسبة للمنتخب المغربي كونه منتشي بفوزه في المباراة السابقة وتحقيق المفاجأة أمام البرتغال. أحمد، سؤال أخير يا أبو حميد، أنت شايف توقعك الشخصي مين اللي هيبقى موجود في النهائي يوم الاحد يوم 18 ديسمبر في استاد لوسيل؟ انت توقعك الشخصي بدون مجاملات. بدون مجاملات، يعني انا من ناحيه يعني الانتماء وناحيه العروبة نتمنى المغرب ضد كرواتيا، ولكن منطقيا سوف تكون النهائي بين فرنسا والارجنتين، هذا توقع. شكرا يا ابو حميد، وباذن الله يكون لنا لقاءات تانية معاك في قناة الشرق.